السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على التطورات الحاصله في محافظه شبوه وطبيعه الصراع بين قوات النخبه الشبوانيه المدعومه اماراتيا وبين السلطه المحليه في المحافظه. طالب محافظ محافظة شبوة لواء علي بن راشد الحارثي بإخضاع قوات النخبة المدعومة من الإمارات للجنة الأمنية في المحافظة واعتذار قياداتها عن الخروقات التي مورست ضد قوات الأمن. وقال المحافظ في رسالة وجهها لقيادة قوات التحالف، قال إن قوات النخبة الشبوانية تعمل خارج إطار السلطة المحلية والأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أنها قامت باعتقال وإيقاف العديد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة وسببت إرباكا في سير العملية الأمنية. وذكر المحافظ في رسالته عدة خروقات لقوات النخبة في المحافظة، ومنها اعتقال مدير وأفراد أمن مديرية الروضة وتسليم مقار حكومية للمجلس الانتقالي. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر ونناقشه في محورين: طبيعة الصراع الحاصل بين قوات النخبة الشبوانية والسلطة المحلية، وإلى أين يمكن أن تنتهي هذه التطورات. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. العمل خارج الشرعية، الاعتداء على الجيش، واستحداث نقاط عسكرية، اتهامات رسمية لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وهي الاتهامات التي أتت بعد سلسلة من الاعتداءات على السلطة المحلية بشبوة، كان آخرها قيام نقطة أمنية تابعة للنخبة بإيقاف محافظ شبوة اللواء علي الحارثي لمدة ساعات. واتهمت السلطة المحلية بمحافظة شبوة بشكل صريح قوات النخبة الشبوانية بالعمل خارج إطار السلطة المحلية ورفض التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية. السلطة المحلية في مذكرة لها موقعة من قبل المحافظ طالبت قيادة قوات التحالف في محور بالحاف بالتدخل لإيقاف المخالفات والانتهاكات التي تقوم بها قوات النخبة. وقالت مذكرة المحافظ إن قوات النخبة أوقفت القيادات الأمنية والعسكرية ولم تسمح لها بالمرور من نقاطها لأكثر من مرة. اعتدت قوات النخبة وفق بيان السلطة المحلية على أفراد من الأمن والجيش لعدة مرات، من ضمنها حادثة الاعتداء على أمن مديرية الروضة، كما أنها اقتحمت مقرات محلية وسلمتها للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى استحداث نقاط عسكرية على مداخل عتق بدون تنسيق مع المحافظ والجيش. وفق مصادر حكومية، فإن تجاوزات القوات المدعومة من الإمارات بلغت حداً أخرج السلطات الحكومية عن صمتها، وهو الأمر الذي جعل محافظ شبوة يطالب قوات التحالف بإخضاع قوات النخبة لإشراف اللجنة الأمنية بالمحافظة وخروج تلك القوات من عتق والالتزام بالاعتذار العلني وإعادة المقرات الحكومية. إذن مشاهدينا، نسهل النقاش وينضم إلينا من الرياضة الناشط السياسي ماجد الحارثي. سيد ماجد، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد ماجد. يعني في البداية، برأيك ما هي أسباب الوضع الحاصل في محافظة شبوة؟ والله يا أخي، مثل ما تعلم محافظة شبوة قبل أيام فرح أهلها باستتباب أو استكمال تحرير ما تبقى من مديريات تبيحان وشيران وعين. نعم. إلا أنهم تفاجأوا من بعض التحركات التي تعتبر دخيلة على محافظة شبوة. نعم. استفزاز للسلطات المحلية والأمنية بشكل غير متعارف عليه قبل. نعم. أن تكون دستوريا وقانونيا عرفيا. لكن ما هي الدوافع برأيك؟ نحن في شبوة، إدارة شبوة بشكل عام محليا وأمنيا كلهم من أبناء محافظة شبوة يعني. نعم. أنا ابن شبوة مثلك يعني، تعاملني ليش يعني؟ ما في أي مبرر لها إلا شيء أثار استغراب الجميع واستنكارهم في نفس الوقت يعني. نعم، يعني لا توجد أي دوافع واضحة، وإنما يعني نسميه عمل ارتجالي أم ماذا؟ لا لا، ليس عمل ارتجالي نهائيا، هم مدفوعين. مدفوعين من غيرهم، ولكنهم لا يعلنون ذلك يعني. نعم. سأل قبل فترة يعني، التقيت بأحد قيادات الجيش الوطني ويعتبر ثاني رجل
في الجيش الوطني، وسألته بصريح العبارة هل قوات النخبة الشبوانية تتبع رئاسة هيئة الأركان العامة؟ قال نهائيا، وليسوا موجودين ضمن خشوب الرواتب ولا الرقم العسكري نهائيا. فالذي يصرف لهم الرواتب ويصرف لهم الاعتمادات والدعم طبعا هي النخب لا تختلف عن بعضها، يعني هناك ايضا على نفس الشاكله في محافظات اخرى، لكن يعني هل يمكن القول ان الهدف هو السعي لتقليص نفوذ السلطه المحليه في المحافظه، ام ان لديهم اهداف اخرى يعني فرضت هذا الواقع؟ والله الهدف المعلن محاربه الارهاب، مثل ما الحوثي يدعي انه جاء الينا على بيحان يحارب داعش، نفس الهدف. الهدف المعلن الذي يعني يفعلونه على الارض انهم يوسعون نفوذ المجلس الانتقالي، يعني اقتحام مبنى مديريه الروضه ورفع علم على العلامه التشطيري عليه، يعني امر مضحك مخجل في نفس الوقت. يعني انت تقلص الحكومه الشرعيه المعلنه التي التحالف جاء لدعمها وترفع علامه تشطيريه وترفع لوحات ودعايات الكيانات خارجه عن نطاق الامن، واعلن الرئيس الذي تدعي انك معترف به اعلن ان هذا الكيان انقلابي. نعم، لكن يعني كيف يعني ياتي محاربه الارهاب ب يعني عرقله عمل السلطه المحليه في المحافظه، وايضا يعني بين فتره واخرى نسمع مضايقات لمدراء مديريات امن يعني المديريات نفسها، و يعني اعمال لا يستوعبها العاقل، يعني لصالح من ان تشتغل النخبه، يعني لصالح من ان تشتغل هذه النخبه؟ للمجلس الانتقالي وداعميه. نعم. يتلقون تعليماتهم من عيدروس وابن بريك وابن بريك الاخر، يعني لا ادري، نحن في شبواه يعني نستغرب ونستهجن هذه الاعمال. نعم، اذا حينما كانت شبواه يا استاذي، نعم، حينما كانت شبواه بحاجتهم وبالحاجه الماسه لهم للمشاركه في تحرير مديريات المحتله الثلاث، لم نجد منهم طلقة رصاص واحدة نهائيا. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي الناشط السياسي ماجد الحارثي، سأشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا من شبوة الناشط الحقوقي ناصر القفان الخليفي. سيد ناصر مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد ناصر. يعني أنت كمراقب للوضع عن كثب، ما هو الحاصل في محافظة شبوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة. الوضع الحالي في محافظة شبوة، تعيش المحافظة وضع سيء ومأساوي من ناحية الحقوق والحريات، حيث وهناك ازدواجية في تواجد الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة. هناك تتواجد أجهزة أمنية، على سبيل المثال البعض تتبع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والبعض الاخرى تتبع قوات النخبه الشبوانيه التي لها قياده خاصه وقياده اخرى، وبالتالي ازدواج الاجهزه الامنيه اثر سلبيا على توفير الامن للمواطن في محافظه شبوه. معدلات القتل، اثار بعض الاختلالات الامنيه، والسبب يرجع الى ان قوات النخبه الشبوانيه لا قياده خاصه، لا تتبع وزارة الداخلية ولا تتبع وزارة الدفاع ولا هيئة الأركان العامة. من هي؟ أقول لك في هناك قوات للنخبة الشبوانية، تتبع قيادة موحدة، قيادة خاصة، وبالتالي تواجدها في محافظة شبوة أيضا بالإضافة إلى تواجد القوات التي تتبع وزارة الداخلية ممثلة عام وقوات المنطقة العسكرية الثالثة. هناك ازدواج في عمل هذه القوات، وبالتالي تواجد قوتين في محافظة واحدة يؤثر سلبا على الأداء الأجهزة الأمنية في المحافظة. طيب سيد ناصر، من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ هناك الكثير أجهزة أمنية تحتاج إلى إعادة هيكلة هذه الأجهزة ودمجها ضمن القوات الشرعية. لابد على قيادة المحافظة، على وزارة الداخلية، على وزارة الدفاع، على قيادة النخبة الشبوانية
أن تقوم بمسؤوليتها أمام أبنائها، أن تعمل وتقدم تنازلات حتى تتوحد هذه الأجهزة الأمنية في جهاز واحد، في قيادة موحدة تتبع هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع وقيادة الحكومة الشرعية مؤسسة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. نعم، يعني نستطيع القول أن هذه الجماعات وما يسمى بالنخبة الشبوانية يعني هي تثير كل هذا فقط لأنها لم يعني يتم دمجها، أم أن هناك أهداف أخرى يعني بعيدا عن مسألة الدمج في أجهزة الدولة؟ ربما يكون لها هدف آخر اقتصادي أو أهداف أخرى لا نعلمها، لكن نحن في ناشطين في حقوق الإنسان يهمنا بالدرجة الأولى أن يحفظ للمواطن حقوقه المدنية، حقوقه السياسية، حقوقه الاجتماعية. لابد على هذه القوات، قوات النخبة التي موجودة على الأرض، وأن تحمي الحقوق والحريات المحافظة. لابد على قوات النخبة الشبوانية هي سيد ناصر يعني مسألة حفظ حقوق الناس يعني تقع على عاتق السلطة المحلية وأجهزة الأمن في المحافظة وليس لكيانات تعمل خارج إطار الدولة. لكن سأعود لأكمل معك سيد ناصر، أذهب بسؤال للناشط السياسي ماجد الحارثي. يعني سيد ماجد، هناك رسالة للتحالف العربي من محافظ المحافظة، كيف تقرأ هذه الرسالة؟ الرسالة واضحة، ليس فيها بين السطور، واضحة وصريحة. يعني أنت أتلفت مع الأخ ناصر، يعني هل عرض عليهم الدمج؟ الرسالة أورد سيادة المحافظ واللجنة الأمنية أنهم عرضوا على النخبة أن تندمج ضمن اللجنة الأمنية، وتم إضافة قائدها في محور العلم العديد محمد الداحلي من ضمن اللجنة الأمنية، وتكون غرفة عمليات موحدة لإدارة شبوة بما يضمن حقوق مواطنيها وأمنهم واستقرارهم. نعم، طيب يعني إذا ما استمر الوضع وإذا يعني رسالة المحافظ لم تلاقي استجابة من التحالف ومن قيادة الدولة، يعني هل يمكن أن نرى وضع مشابه للوضع القائم في عدن؟ والله أنا أظن الوضع سيكون أبشع من الصورة التي ظهرت في عدن. نعم، إذن أشكرك جزيلا. أبناء شبوة لن يقبلوا بهذا الشيء نهائيا. نعم، طيب إذن أشكرك جزيلا السيد ماجد الحارثي الناشط السياسي، كنت معنا من الرياض. نعود لضيفنا الآخر الناشط الحقوقي ناصر الخليفي. سيد ناصر، يعني كيف يمكن تلافي الوضع القائم في المحافظة ومنع الانزلاق نحو المواجهات؟ بداية لابد أن تعي هذه الأجهزة التي كونت خارج إطار الدولة، لابد أن تعي المسؤولية الملقاة على عاتقها، أن يتم دمج هذه الأجهزة جميعها في جهاز واحد يتبع وزارة الداخلية، يتبع أن تكون لها قيادة موحدة، لأن التجربة في محافظة عدن، التجربة في محافظة شبوة، ازدواج قوات الحزام سببت مشاكل لأبناء محافظة عدن، وبالتالي نحن كحقوقيين في محافظة شبوة لابد أن ندعو حتى يكون عمل هذه الأجهزة عمل مؤسسي، عمل نظامي يتبع وزارة الداخلية. نعم، لكن يعني أنا لم أستطع أفهم منك منذ قليل، يعني هل المسألة مسألة مطلب دمج أم أن المسألة يعني تفوق هذا المطلب وتتبع يعني تحمل أجندات أكبر من هذه المسألة؟ هذا السؤال فعلا يرجع للسياسيين، لكن نحن في المجال الحقوقي نراها قد تكون نظرة اقتصادية، قد تكون سيطرة على نافذ منابع النفط، قد يكون الغاز في بالحاف، قد يكون يعني أغراض اقتصادية أخرى.
هذه النظرة يحددها الكثير من الاقتصاديين والسياسيين فيها. نعم، طيب إذا ما استمر الوضع ووصل الأمر إلى مواجهات بين السلطة المحلية وهذه العناصر، يعني كيف هو الحال، خصوصا وأنت يعني تتحدث أن أهمية الحفاظ على حرية وحقوق المواطنين في المحافظة هي في الأساس وفي الدرجة الأولى؟ لا سمح الله وحصل شيء من هذا، لأن هناك كارثة ستحل بمحافظة شبوة. محافظة شبوة محافظة لها محافظة قبلية فيها الكثير من الإشكاليات السابقة من النظام السابق، هناك كثير من الإشكاليات الموجودة والتي لا زالت الآن، ضعف العمل الإداري في المحافظة، وبالتالي لو حصلت أي إشكاليات عسكرية أو تطورات عسكرية مسلحة فإن الجميع هو أبناء المحافظة هم أكثر أو من أكثر الذين سيتضررون من أي نتائج سلبية تقدم عليها قوات النخبة الشبوانية أو أي قوات أخرى خارجة عن إطار الدولة في أي مغامرة عسكرية في هذه المحافظة. لازلنا ننعم نوعا ما، ولذلك لابد من المحافظة على هذا، تقوم هذه الأجهزة بدورها، وذلك عن طريق القيادة الموحدة التي تضمن للمواطن أمنه واستقراره في هذه المحافظة. نعم، لكن سيد ناصر يعني كيف تقيم أداء السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة؟ يعني هل يمكن هناك قصور بحيث يعني تقوم هذه الأجهزة الأمنية لأن تحل محلها، أم يعني أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية قائمة بعملها على أكمل وجه؟ نعم، هناك تطور في أداء الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن العام والبحث الجنائي، وهناك تطور، هناك نقلة نوعية، هناك أفراد موجودين هناك، لكن هذه القوات استغلت في فترة من الفترات لأماكن عدم تواجد بعض القوات بعد انسحاب قوات أنصار الله الحوثيين من المحافظة، وبالتالي هناك أيضا هناك دعم مالي ومادي لقوات النخبة أدى إلى 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 وجودها في بعض الأماكن التي الآن بدأت وزارة الداخلية عن طريق إدارات الأمن بنشر أفرادها في بعض النقاط العسكرية في إدارات الحكومية، وبدأت تقوم بدورها حيث والرواتب انتظمت رواتب أفراد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بشكل شهري، فبدأ الآن تحسن ملحوظ، تحسن نوعي في المحافظة. أيضا وجود دوريات أمنية تتبع وزارة الداخلية تتبع الأمن العام بالمحافظة، أقول أن هناك تطور ملحوظ ونوعي. نعم، لإدارة الأمن العام في المحافظة والأجهزة الأمنية في محافظة شبوة. نعم، إذن سيد ناصر أنت كناشط حقوقي ومهتم فيما يخص حقوق الناس و يعني سلامتهم بدرجة أساسية، يعني رسالة توجهها ل يعني لجميع الجهات فيما يتعلق بالوضع في محافظة شبوة. رسالة هي رسالة المواطن الشبواني البسيط، المواطن الشبواني يبحث عن الأمن، يبحث عن مزرعته بأمان، كيف يذهب الفلاح إلى مزرعته بأمان، كيف يذهب الموظف إلى إدارته بأمان. رسالتنا لقيادة محافظة شبوة، اتحدوا تحت إطار جهاز موحد، وفروا الأمن لأبناء هذه المحافظة، وفروا الاستقرار، وفروا التنمية لأبناء هذه المحافظة، ونحن نتمنى بل أننا نرى أن الأيام القادمة إن شاء الله تعالى كفيلة بأن تحصل محافظة على كل ما فقدته في الماضي. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي، كنت معنا من شبوة ناصر الخليفي. ومشاهدينا يعني كان يفترض أن ينضم إلينا مدير الشرطة في محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، ولكن مشاهدينا يعني أغلق، أولا أعتذر عن يعني المشاركة وأغلق التلفون.
بهذا القدر سنكتفي ووصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي ماجد الحارثي الناشط السياسي كان معنا من الرياض، ومن شبوة الشكر أيضا للناشط الحقوقي ناصر الخليفي. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.